بتطلع الصباح من البرنامج اسمعني اسمعني بتطلع الصباح من البرنامج وبتلقى كلام اقوى من ذا الكلام. لكن بخصوص البيتين دقيقه اسمعني اسمعني بخصوص البيتين اللي قلتها تقول علم الردى يبقى الرأي، علم الردى منها اللي فيه ردى. ما انا ابيات عجبتني وقلتها، بس انا مو في محلها يا معاذ. الابيات ما في محلها. طولي بعمرك وجهه نظر. اسمعني اسمعني مو بخلي وجهه نظر. انت اخطيت، انت اخطيت، الرجال ما قال انك ردي، فانت اخطيت على الرجال. الرجال أنا الرجال قلت ان الرجال الرجال يقدر يرد عليك ب87 رد، يقدر يرد عليك يوم تقول تكفى. عنده تويتر، عنده لجاك هنا في الشاشه. طيب جاني ذاك، اسمعني اسمعني جيت انا اسالك. اسمعني طيب اسمعني لا لا اسمعني اسمعني ما تسوي ذا الحركه فيني يا معاذ. ايش اللي اسوي فيك؟ طيب انا قاعد اقول اللي بخاطر. سل عني سل عني سل عني سل عني. جيتك سالتك وش في خاطرك يا معاذ؟ والله ما در علي بدون تحيز، بتفضفض فضفض قل بدون تحيز، قال فيني كذا قل بدون تحيز، فلان اخطا فلان اخطا فلان اخطا. لكن انت لو انك تحترمني يا رفيقك وان اللي جايك سالك وجالس جنبك ويدي على كتفك ويدي على كتفك، انت ذكرت الرجال وانت تدري ان الرجال تربطني فيه صله، تربطني فيه صله مو بمعناتها اني اردك. اسمعني مو بمعناتها اني اردك ما ترد عليه، لا رد عليه، رد عليه بنفس المبدا اللي هو جاك فيها. اسمعني رد عليه بنفس المبدا اللي جاك فيها. بس انت لو انك فعلا تحترمني انا يا خلف ما طلعت الابيات وقلت المرة دا يبقى الرعي، وانت ذاكر وانت ذاكر الرجال اللي تدري بينه وبينه صلح قرابة. فيا معاذ فيا معاذ والله العلي العظيم انك اخطيت علي انا. طيب قبل لا تخطي على حمد بن منصور. طيب لكن لكن انا الشر هو الغلط علي انا. جيتك سألتك والله ما توقعت انك بتسوي مني ذا الحركة. التقدير التقدير للكل، انما هو انا بكم انا خذ راحتك انما هو الكلام. خلاص يا ابو انا ما قلت ان الابيات له، انما هو انا قاعد اطلع لي